الصلاة والسلام على رسول الله. هذه جدا اللي صورتها لكم أنا فيها الامبرياج سيارة تعيط وما تجريش، اللي هو موتورها تي اس اي، اللي هي محركها تي اس اي. تو بنفرك بعد ما ركبوا لها الامبرياج بتاعها باش نوريهولكم كيفاش صارت فيه العملية وكيفاش تضرب. هذا هي الامبرياج بتاعها اللي فكوه منها، يعني شوفوه وصل على الحديد، يعني النيفي نتاعو وصلوا على الحديد على الاخر. شوالو طولوا وبيعوا كيت كامل، ما عادش تبيعوا يعني ديسك وحده ولا بلاتو وحده، ولا شفتوا هذا البلاتو كيفاش تحفر، يعني من كثر ما دار هذا على الحديد حتى هذا تحفر. طبعا البيتي ما زالت لبس عليها، هي الرومان بيلي ما زالت لبس عليها، اما بالضروره مولوا يبيعوا معاها حتى الفرشات، يعني ولت تتباع امبرياج كامل ديسك وبلاتو وبيتي وفرشات، يعني بلاتو استوانة ورومان بيلي، وهذه الفرشات نتاع الامبرياج، يعني تباعوا يعني اربع قطع في باكو مع بعضهم. اللي مثلا اللي يحب يفهم الريفيرونس نتاعها، ولا هي في الماركه هذه ساكش، هذه الريفيرونس نتاعه في تونس يعمل حوالي 450 دينار، يعني السعر نتاعو يتباع كامل كيت كامل امبرياج كامل شفتوه، ديسكو بلاتو بيتي فرشات، يعني حتى التصويره فيها كامله، لازم يتغيروا كاملين باش هما يضمنوا القطعه هذيك باش تعيش المده اللي هي مقررينها لها، لان خاطر كي كل واحد يغير القطعه اللي يحب عليها هو يمكن ما يشدوش نفس الشيء، وفي نفس الوقت هم يحبوا يبيعوا سلعتهم. توا كان تمشي تشري ديسك واحده او بلاتو واحده ما تلقاش الا قطعه كامله، وهيك يعني هذاك يتباعوا قطعه كامله ويبدا سمهم معقول افضل يكون احسن. هذه العمليه طبعا وريتكم كيفاش تكسيلاري وما تجريش، هذا طبعا هذا الاسطوانه هذه تبدا تدور هنا في الفارق على شكل تكسيلاري وما تمشيش، تبدا تدور هنا في الفارق، هذا ما عادش يحكم فيها بلاتو، هذا ما عادش يحكم فيها رغم اللي شفتوه من هنا مازال جديد. هذه قطعه البيتي اللي تجي هنا، وهذه الفرشات اللي تخدم عليها، اللي انت تنزل امبرياج تنزل هي معه، هذا ما الاخطاء اللي موجودين فيه، يعني عمليته مش صعيبه برشا في حتى في التركيب. تنجم ناحي البوات وحدها، تنجم ناحي موتور البوات كما تحب انت. جتة عام 2012 ماشية 59000، فيها مشكل نتاع دبرياج اللي هو كليتش. تو باش نشوفوا مع بعضنا ونتعلموا كيفاش نفرقوا بين انه هو الديسك ولا بلاتو ولا بي تي ولا، يعني اللي هما القطعة الثلاثة قطعة اللي يجوا في الامبر في الدبرياج او في الامبرياج او في الكلتش. هذه ان اول حاجة ساعة اللي هي تشكي منها مولات السيارة كون السيارة خروجها ثقيل جدا، حست بتغيير عليها من يعني لان هي يعني كسبتها من الدار، هي شريتها من الدار وتغير عليها تغيرت عليها السياقه نتاعها في المشي نتاعها وفي في تغيير الفيتاس نتاعها. عندنا حاجه لازم نفهموها الناس كلها او نتعلموها وربي يعلمنا ان شاء الله، انا بيدي نفسي نتعلم معاكم كل يوم نتعلم جديد. هو كون الكلتش هذا اذا كان هو هذا الامبرياج اذا كان هو يعني هيك ثقيل ومكبوس ويعني عادي، معناتها المشكله نتاع البومب امبرياج او المضخه للدبرياج ما عندهاش دخل في الموضوع، لا المضخه ولا البيتي، لان البيتي توا بالزيت اللي هي سموها رولمان بلي، لانها توا تخدم بالزيت ماهيش مش بالخيط او بالكابل زمان. اذا كان عندنا هنا الامبرياج هكا كاسح يعني ثقيل، معناتها الامور نتاع المضخات سليمه ما عندنا حتى مشكله. الموضوع الثاني اذا كان احنا ندوسه هكا على الدبرياج وهو ثقيل وما فيش صوت، ما فيش صوت يعني تصفير ولا صوت رحي ولا صوت كذا، معناتها الامور نتاع الرولمان بيلي او البيتي ما فيش مشكل سليمه، يعني سليمه هكا توا ما فيش اصوات سليمه. العمليه اللي باش نعرفوا بها ان هي الديسك امبرياج او الاسطوانه
هي بدات تتعب. اولا خلينا نوريكم، اذا كان البلاتو اللي هو مش استوانه الديسك، اذا كان هو البلاتو تاعب، وقت انا ننزل هنا ونحط غيار ما يدخلش مثلا، وقتها البلاتو تاعب، انا ما هذا الغيار عندي يدخل. شفتوه؟ نعاود باش الناس تفهم. وقت انت تدوس على الامبرياجك على الكلاتش هذا وتجي لهنا للغيار وتنزل عليه، يعني هيك بصبعك يدخل عادي، هو بالاخص هو المرشريه، هو الخلفيه، لافون الى ريال، الامام والخلف، هذا هو معناتها انا عندي البلاتو اللي هو يركب فوق الاسطوانه سليم، مش مشكله عندي هنا لابس عليه. يعني هذه حاجه نفهموها مع بعضنا. اذا كان ندوس على الكلتش على الامبرياج ونحط الفيتاس هذا او نحط الغيار هذا، بالاخص الاولى والخلفيه، يعني فما ناس ما تفهمنيش حبهم يفهموني بدل. اذا كان حطيت الاولى والخلفيه معناتها عندك البلاتو سليم، البلاتو اللي هو القطعه اللي تجي فوق الاسطوانه اللي تجي فوق الديسك امبرياج، معناتها هذه سليمه. يعني كمعلومه، انما في التغيير ممكن تغيرهم كلهم مع بعضهم، انت الرمان بلي والاسطوانه والبلاتو كلهم تغيرهم مع بعضهم. اذا كان عندك انت مشكله في الاولى والثانيه وراها، هذا راهو مشكل في البوات، مشكل في علبه السرعه، مشكل في الجير. اذا كانت تعمل هذه تدخل والثانيه ما تحبش تدخل، معناتها هذا مشكل في الجير، في البوات، ماهوش في الدبرياج كما يعني انت تصور انت. يعني نتعلموها، اذا كان عندي مارشة خلفيه ومارشة اماميه اللي هو بريمير او مارشاريير فيهم مشكل، هنا يتعلق المشكل بالدبرياج، يتعلق المشكل بالكلتش، يتعلق المشكل بالكلتش. اذا كان عندي هنا هكا الخلفيه والاماميه سليمه والسياره تشتغل طبعا سليمه، معناتها هنا عندي انا الدبرياج او البلاتو سليم. خلينا من الديسك والباحث بعد نفهمكم عليه، باش نفرقوا هنا بركه ما بين الجير وما بين الدبرياج. اذا كان جير هذا تلقاه يدخل والثاني ما يحبش يدخل الا بصعوبه، او الثالث او الرابع او الخامس، يعني اي فيتاس او اي غيار بعد الاولى فيه مشكل راهو من الجير على طول من غير ما تقلق نفسك، يعني ما عندوش مشكل، ما عندوش اي حل اخر، يعني لان الدبرياج يتحكم في الاولى ويتحكم في المرشة الخلفية، يتحكم في المرشة الرير. توا باش نجربوا الديسكومبرياج مع بعضنا، يعني بعد ما شفنا البلاتو وشفنا البيتيش ونجربوا الديسكومبرياج مع بعضنا، باش نحطوا اللي هو الفيتاس البريمير هذا الاولى ونجو خارجين. اذا كان احنا خارجين وما تخرج الا ما نشيل رجلي جمله على الاخر ما تخرج السياره، شفتوا معناتها فما مشكل في الاستوانه في الدبرياج، شفتوا الا قريب نكمل، ها شفتوا كملتها مش خرجت هي، هذه هي مشكل في الدبرياج، ما هي هذه هي مشكل ان الاستوانه بدات تتعب، ما مش مشكله في الكيلومتراج انها ماشيه 59000 ولا غيرها، نجم يكون من ديفو نتاع القطع غيار ونجم يكون من السائق نفسه. هذه هنا حتى ولو كانت السياره يعني ما تعيطش في الفارغ في الاول. هذا عندنا باش نعرفوا اللي هو الامبرياج بدا يتعب، كون ما تخرج السياره يعني من مكانها الا بعد ما نشيل رجلي على الاخر. فما حاجة أخرى أنا حبيت نفهمها لكم، هذا كيف باش نعرفوا بها ديسكومبرياج، نحطوا السيارة في علوة في صعدة هكا في حاجة عالية ونطلع، نحاول نطلع يعني آخر فيتاس عندي اللي هو خامسة أو سادسة ونشوفها، حطيت سادسة ونجي طالع ونشوف. إذا كان قاعد تخدم وما سكتتش، شفتوها ساقي منحي على الامبرياج، إذا كان قاعد تخدم وما سكتتش معناتها الأسطوانة ميتة ما عادش فيها. نعاود نفهمكم على الموضوع. توا انا باش نحط سادسه وباش نوريكم في الطريق كيفاش ان هي ما تجاوبش، او خامسه انا توا باش نحط سادسه ونحاول نطلع بالسياره ونشوفها ايش تعطيني.
انا حاط السادسه توا ونشوفه. شفته سايب لهم رجل، ما حبش تخرج، ما حبش تخرج. معناتها هنا عندي الاسطوانه يعني تعبانه بالاولى هذا كيف كيف. بالاولى نحاول نخرج بشويه بشويه، نخرج يعني واحده واحده تنجم تعطيني شوي بشوي. لكن لو نحط لها غير او لو نحط لها يعني غيار او فيتاس اكثر من اللي انا فيه ممكن ما تعطينيش. جاوبوا شوفوه مع بعضنا في الثنيه تو. نفوتوا من المحلات هذه نتاع ونجرب. انا توا مش حطيت ثانيه، حطيت الغيار الثاني ومش نحط الثالث توا، حطيت الثالث ومش نحط الرابع توا، حطيت الرابع ومش نحط الخامس والسادس. انا هذا السادس شفتوها، انا مكسلاري على الاخر على الاخر، وهي الموتور يعيط اكثر من اللي يجري. سمعتوه اكثر من اللي يجري. هذا هي مشكل، معناتها ان هو الاسطوانه يعني ماتت ما عادش فيها، تعبت وتو كيف نحلوا السياره ونشوفوها. يعني هذه الفرق بين المشاكل نتاع الدبرياج او نتاع كلاتش. ان شاء الله تكونوا فهمتوني في الموضوع بالضبط وعرفتوا كيفاش الفرق ما بين هذا وما بين هذا. وتو بعد ما نفكوا السياره ونشوفوها نوريكم المشكل وين بالضبط اللي لقيناه. ان شاء الله تنفعكم حاجات كما هيك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بور سافوار سي لي بروبليم دون لامبرياج و دون لا بوات فيتيس، سي سامبل. اون مارش اون مات لا فواتير اون مارش اي اون مي لي بريمير اي لي مارش اريير. فوالا بريمير اي مارش اريير. ماتنون لا فواتير سا مارش بريمير و مارش اريير. سي لي بريمير اي مارش اريير سا فا، سي لا بروبليم دومبرياج اي بيان لي بلاتو و لي بيتي سي با لي ديسك امبرياج. ديسك امبرياج اون فا فوار ابري. Ça, c'est le problème d'embrayage. Si il n'y a pas ni les marches arrière ni les premières, il y a un problème dans l'embrayage. On va les voir ensemble aussi, après. Mais pour savoir si le problème de l'embrayage ou de la boîte à vitesse, si on marche, la voiture est en marche sur la route, on met les premières, ça va. Le deuxième, non, il n'entre pas. Elle est dure. Ou le troisième aussi. Ça, c'est un problème de boîte à vitesse. C'est un problème de synchro de boîte à vitesse. Voilà. C'est la différence entre l'embrayage et la boîte à vitesse. Les boîtes à vitesse.
Thank you.